إبراهيم، إحنا اليوم كان في عنا نشاط مع مجموعة من الشباب الإيرلنديين أو البريطانيين اللي زارونا اليوم في محافظة الكرم، كانوا باستضافة جامعة القدس المفتوحة وهيئة الياسر اللي هو معنيين بالتواصل الثقافي والتراثي والفلكلوري بين الشعبين البريطاني أو الإيرلندي والشعب الفلسطيني، ولما يعني يكون هناك قرابة أو تقارب بهذا النوع من الفلكلور، وهم مجموعة من المتضامنين مع شعبنا الفلسطيني، وإحنا بنحييهم ونحيي كل المؤسسات اللي متضامنة مع شعبنا الفلسطيني. يعني كان هناك من نوع من التمازج أو التزاوج الثقافي الفلسطيني الإيرلندي، إن شاء الله يكون في هناك تنسيق مسبق في المستقبل بيننا وبينهم، ليكون لقاءات ولقاءات ثقافية بين مؤسسات محافظة الكرم ومؤسسات الإيرلندية، وانه يكون هناك تواصل بين الشعبين. احنا عملنا عرض يعني حفله موسيقيه، لان عملنا كثير من الحفلات الموسيقيه في الضفه الغربيه في الاسبوع اللي فات، وعملنا حفلات في نابلس وفي رملة وكمان في الخليل، يعني في مدارس وفي يعني مراكز ثقافيه، وامبارح عملنا حفله موسيقيه في شركه تجاريه كمان، يعني في كل مكان ولكل الناس. واليوم يعني جئنا هنا عشان اشتوت واتكلم مع شخص عزمه لهنا، وعملنا حفله موسيقيه مشتركه مع فرقه الدبكه كمان.